وصيت ديليفري من مطعم سلة الأسماك. أوكي، يعني أني جيت بعدني ما متريقة، قلت خل أوصي أكل حتى أجوع أجوع أجوع، بعدين شنو نسوي هجوم على هذا الأكل. طبعا أغلب الناس تتصور إنه الأكلات البحرية تكون زفرة أو يكون طعمها ما طيب، بس ثقوا والقرآن والله العظيم هذا الأكل هالقد ما نظيف الطعم يخبل، يعني فوق ما هو نظيف فوق ما هو طعمه كلش طيب. ليش؟ لأنه أصلا هي الشيف هي بنية ما تتصورون ايش قد نظيفة وايش قد تعتني بالأكل، كلش نظيفة. ودائما كل ما أروح أني أقعد وياها أسألها على الأكل ما أدري شنو من هالأمور، فما شاء الله ما شاء الله أكلها نظيف نظيف كلش، وما بي أي زفرة وكلش طيب، يعني هقد ما هي نفسيتها طيبة فالأكل أكيد كلش طيب. فهذا الأكل كله اللي تشوفوه هذا طبخ بنية، أوكي، بنية وحدها أكو وياها، بس هذول مجرد مساعدين يعني، بس هي شيف الأسطى خلينا نقول مالتهم، هي بنية وكلش نظيفة، أكلها كلش طيب. أوكي، فهسه شنو يعني من خصلتكم، أنا لازم أروح بصراحة، لازم أسوي هجوم. شنو هذه النظافة، سيارتي تلمع لمع، غسلتها بس 3 مرات، أنا ما اشتريتها لحد الآن. شوفوا النظافة يا بي.